الدفاع. خليني قبل ما اتكلم بقى عن التشكيل بداخل الملعب اتكلم عن كابتن شوقي غريب واختياراته وخطته، لان احنا كده شهدنا ماتش البدايه وان شاء الله النهارده في الكاميرون. خليني اعرف من حضرتك، هو احنا المصريين دايما بتروق لينا فكره المدرب المصري، وكابتن شوقي غريب عامل الحقيقه مجهود، بتقيم هذا المجهود ازاي؟ انا شخصيا بقول من في كل يعني اي برنامج بطلع كل اللقاءات الاعلاميه الرياضيه بقول دايما انا مع المدرب الوطني قلبا وقالبا، اي مكان موجود كوبر، اي مكان موجود جيري، انا شخصيا يعني باؤيد المنتخب المدير الفني الوطني، وده اللي نجح معانا بشكل كبير كابتن جوهري رحمه الله عليه. كابتن حسن شحاته ما شاء الله بطوله افريقيا، كانت تجربة افريقيا وصعود كاس العالم سنة 90. كابتن حسن شحاته ثلاث بطولات 2006 2008 2010، ثلاث بطولات افريقيا. احنا يمكن ما نجحناش غير يمكن مرتين، المرة الأولى كان مع أجنبي، كان مايكل سميث في سنة 86، كان منتخب مصر بيضم فطاح كرة القدم في مصر، مصطفى عبد الخطيب، طاهر أبو زيد، ده جيل النجوم، شوقي غريب، جمال عبد الحميد، أشرف قاسم، مجدي عبد الغني بقى، ربيع ياسين، كرامي، شوبير، ثابت البطل، يعني ما أقول لك أسماء، علي شحاتة، محمد عمر، يمكن من أحسن اللي جت في تاريخ مصر. ما تقدرش تقول بقى الفرقة هي اللي نجحت ولا الكابتن اللي نجحهم. ورغم كل ذلك خدنا البطولة بإيه؟ بركلات الحظ زي ما بيقولوا، ركلات الترجيح، كان وارد إن احنا نخسر من الكاميرون في آخر لعبة، لعبة واحدة. فأنا برضو شايف إن يعني إيه، وكانت فرحة كبيرة جدا ومن أكتر المرات اللي فرحنا بيها ببطولة أفريقيا، لكن يعني لا، ما فيش بصمات مدير فني. مايكل سميث كان تحس ان هو مصري شويه. المره الثانيه مع صعود كاس العالم الغير مفرح مع كوبر، ما حسناش، ما استمتعناش باي كوره خالص. فانا شايف دايما انا مع سواء منتخب مصر، منتخب شباب، منتخب اول، انا مع المدير الفني الوطني، حتى مع الانديه كمان في بعض الاوقات، سواء اهلي سواء زمالك، حتى الاهلي والزمالك بقى يلجأوا حاليا للمدرب الوطني دايما يعني. المدير الفني الاجنبي يجيبوا مدير فني اجنبي، والتاني والفرقه واعيه، يجي يمسك مدير فني مصري يروح ياخد الدوري، حصل مع الاهلي وقبل كده حصل مع الزمالك، يمكن ما خدش لكن ظبط الاداء بعد كده. فانا دايما دايما بياخدوا بطولات. كابتن فتحي مبروك لما رجع خدوا الدوري لما مشوا المدير الفني، كابتن خالد جلال، كابتن خالد جلال في الزمالك لما رجع خد كاس مصر، مدربين اجانب بتيجي وفلوس وتكلفه على الفاضي. انا اولى، البلد اولى، وولادها اولى كمان بالحاجات دي. احنا كمان فنيا اعلى، ثانيا انا كراجل مدير فني، انا كلاعب مصري بعتمد بشكل كبير على الحاله النفسيه. المدير الفني حافظ اللاعب المصري، الموضوع مش موضوع خطه بس، بدليل طبعاً. بدليل ان لما بيروح لاعب مصري لفريق اجنبي فريق اجنبي بس هو اللي عايز ينجح، فبالتالي انت هو اللي بيتعلم اللغه، بيتعايش، بيدخل معسكرات وهكذا. انما لما يجي لك مدير فني اجنبي مع فرقه مصريه، هنا بيبقى فيه يعني لغه مختلفه، ما تعرفش تترجم المشاعر، بتترجم الكلام. لا بيبقى فيه صعوبه الا بقى لو كانت الخطه يعني موضوعه بشكل جيد جدا. وحضرتك برضو ذكرت ان احنا ما بن يعني اللي بيكون متاح في التدريب ما بيكونش كمان يعني المدربين الاجانب اللي كمان اللي بيجونا في مصر، في افريقيا عموما، لا في افريقيا او في افريقيا عامه يعني، بيبقى المستوى اقل من مستوى ايه، او بيبقى تقريبا المستوى دي، فده مش من الدرجه الاولى يعني. مش هلاقي مثلا حد في قاره افريقيا هيجيب جوارديولا مثلا في مانشستر سيتي، هيجيب يورجن كلوب مثلا مع ليفربول يعني. الاسماء دي بتبقى اسماء كبيره ما بنقدرش على ثمنها يعني. صحيح. المشكله ان احنا ما بنقدرش على، في حين كمان مقارنه بالمدرب الوطني المصري، لا هو عنده الفنيات، عنده القدرات ان هو يعمل بطولات مع الفرق المصريه او المنتخب المصري. والدليل ان كابتن حسام البدري مسك الاهلي بعد فتره كانت مع المدربين الاجانب، وفتره كانت جيده جدا بالنسبه لمانويل جوزيه، واخذ بطولات افريقيا وبطولات الدوري. كمان في الزمالك كابتن خالد جلال يمكن ادى فرص كتيره جدا بالذات في الزمالك. مع المنتخب المصري كابتن حسن شحاته يمكن علامه مميزه في تاريخ مصر، مع الكابتن شوقي غريب، ويمكن كابتن شوقي غريب استمرار للحاله بتاع الكابتن حسن شحاته، ويمكن كمان في منتخب الشباب كابتن ربيع ياسين، ما ننساش كابتن ربيع ياسين صعد قبل كده بكاس عالم، كان جيل بضم كهرباء ولاعيبه مميزه جدا، يمكن هي اللي موجوده حاليا في الدوري المصري. وده بينم ان المدرب الوطني لقلي عنده ثقه وعنده رصيد جماهيري كبير يقدر نتكلم بقى عن كابتن شوقي غريب.
زي حضرتك بتشوف المجموعه اللي اختارها بالتشكيل، طريقه اللعب، الخطه اللي ماشيين عليها، كل ده بتقيمه ازاي فنيا؟ انا بصراحه شايف كابتن شاوي غريب، كان فير في الاختيارات وما فيش اي مجامله، حتى كان في كلام ان مصطفى شوبير قد يتم مجاملته، رغم ان مصطفى شوبير من افضل حراس المرمى الموجودين. انا بقول لحضرتك بصراحه يمكن حارس مرمى رائع ومميز جدا، بس هو اصغر من الحراس الموجودين. هو مواليد 2000، في الحراس الموجودين مواليد 98 ومواليد يمكن محمد صبحي 99، واحد كمان محمد صبحي 99، انا حافظ محمد صبحي 99، عمر رضوان وعمر صلاح دول 98. فما فيش حد فيهم 97 خالص الحراس المرمى، الثلاثه الموجودين 99 و98 وكمان مصطفى شوبير مواليد 2000. انا قصدي ان كان ممكن لو كان هو عايز يجامل كان ممكن مثلا جامل مصطفى، رغم ان مصطفى عنده احقيه انه يبقى متواجد لكن كابتن شوقي غريب كان فير جدا في الاختيارات، ما جاملش اي حد بصراحه، حتى في التشكيل يعني سواء في الاختيارات او في التشكيل اللي بيبقى موجود داخل الملعب، لان ما ينفعش ان انا جامل مع منتخبات زي كده. انا جامل لما العب مع منتخبات ضعيفه ممكن ازق واحد ولا اتنين كده ايه ماشي عايز اجامل، لكن انا بلعب منتخب مالي، بلعب منتخب غانا، هلعب الكاميرون وعايز اوصل اولمبياد، مفيش اي مدير فني يقدر يجامل في داخل المستطيل الاخضر. انا ممكن اجامل لو انا ممكن اجامل في الاختيارات مثلا، اختار مثلا اثنين لعيبه او واحد لعيبه مثلا مجامل، لكن كمان هو بصراحه عليه امانه. نفسنا كله يتم اختياره بكفاءته بقى، وده اللي حصل بقى برضه عشان نديله حقه، سواء يعني سواء الفرق اللي قدامنا قويه او مش قويه. خلينا ما بقى عليك انا لا يعني بس انت بتتكلم واقعيا. بتكلم واقعيا، انا بكلمك واقعيا، مش كلام بقى ان انا عشان في الاعلام على التلفزيون. انا بتكلم كلام كوره، ده اللي بيحصل في الملاعب. تمام. الملعب النهارده شايفه ازاي الاختيارات؟ بتقول عندنا مشكله في الدفاع. عندنا ايه مشكله؟ عندنا يمكن ظهرت شويه في مباراه غانا الاخيره، ماتش مالك كانت الامور ظبطها بشكل كويس، يمكن منتخب مالي ما كانش في الفورمه، ما كانش في المستوى، كان برضو الجمهور وده من حظنا. وده من حسن حظنا، لكن فتح كمان بيبقى ليها ضغوط احنا وفي ملعبنا، فدي مدينا يعني افضليه. لكن القلب عندنا المباراه اللي فاتت دي لا كان في مشاكل عندنا، نخلي بالنا شويه نحاول نظبط القلب ده. عندنا في رمضان بكام وعندنا اسامه جلال لاعب انبي، وعندنا كمان محمد عبد السلام طبعا لاعب نادي الزمالك. لا يعني الباص اللي اتعمل ده للهدف الثاني اللي منتخب غانا في بدايه الشوط الثاني كان ممكن هو فعلا كهرب المباراه شويه. فاحنا يعني الحته دي عندنا هي اللي فيها مشكله. عندنا وسط ملعب وهجومي، وسط ملعب دفاعي وهجومي وفرود بصراحه مميزين جدا. احنا وعندنا كمان الاطراف، عندنا فتوح ناحيه الشمال عامل جبهه كويسه جدا، عندنا كمان كريم العلاية ناحيه اليمين برضو الى حد ما شغال. لكن هي المشكله عندنا دايما وفي العالم كله، خلي بال حضرتك، اصعب مركز تلاقي فيه لعيبه هو قلب الدفاع. كمان بعد تعديل الطرق، بدل ما كانوا بيلعبوا ثلاثه في القلب كان بيبقى فيه ليبرو وقدامه اثنين مساكين، فالليبرو كان بيلم من وراهم اي خطا، دلوقتي الغلطه على طول منك للجون على طول، فهي دلوقتي ايه بفوره هي بفوره دلوقتي، فهي العمليه بقت يعني هي دي اللي محتاجه. وجهه نظرك برضو شايف نقطه الخطر او نقطه ضعف عندنا في الدفاع، ولا يعني بتؤكد على نقاط اخرى؟ لا هو يمكن زي ما اتفق مع كابتن سعيد ان هي النقطه الدفاعيه خاصه في الثلاثي الدفاعي، ثلاثي القلب كان عندهم هزه شويه، يمكن ده بسبب الضغط النفسي، وكمان استقبال الهدف الاولاني سريعا كان في الدقيقه 6 تقريبا، فده حصل عنده هزه شويه. ده يمكن كابتن شوقي هيعمل ان هو هيصلحه ان شاء الله في ماتش النهارده قدام الكاميرون. كمان هيبقى فيه راحه لبعض اللاعبين، يعني ممكن يريح محمد عبد السلام او اسامه جلال ويدفع محمد الجزار لاعب مدافع النادي الاهلي. كمان في وسط الملعب ممكن يريح اكرم توفيق ويدي فرصه لغنام محمد بحيث ان هو يجهزه برضه للمباراه القادمه ان شاء الله في المربع الذهبي. وكمان بالنسبه بقى للخط الهجومي واللعيبه اللي تحت الفيرود، اعتقد ان هو رمضان صبحي هيحتاج ان هو يرتاح، ممكن يدفع بامام عاشور مكانه. كمان هيبدا على ما اعتقد ان هو بعبد الرحمن مجدي من البدايه بحيث ان هو يديله ثقه كمان في المباراه القادمه بعد المجهود والمستوى المميز اللي ظهر بيه. كمان احمد ياسر انا اعتقد ان هو هياخد من البدايه، وهيبقى في راحه لمصطفى محمد مع صلاح محسن ان هو ممكن يبدا ان شاء الله. دي توقعاتك، توقعات حضرتك لماتش توقعات ماتش الكاميرون النهارده. منتخب مصر يعني برضه خباك مش هيلعب كتير في التشكيل كابتن شوقي غريب، لان لو حصل لو لعب كتير في التشكيل وحصل هزيمه ممكن
يعني برضو تضيع الشكل والفرع، فهو هيبقى فيه تغييرات في محدودة طفيفة، بحيث ان هو ما يجيش برضو ناحية القوام الاساسي الرئيسي. يعني هيبقى فيه حاجات ايه، ممكن يحط اثنين لعيبة ولا حاجة وبعد كده يحاول يشرك لعيبة تانية من خلال التبديلات ما يبدأش بيهم، لكن لازم برضو علشان انت بتلعب منتخب قوي، الكاميرون لو كسبك هيبقى اول برضه ساعه اول، فدي هتبقى شكلها مش كويس. فانا شايف ان هيبقى فيه تغييرات لازم يبقى فيه تغييرات بس محدوده جدا، ممكن واحد او اثنين في التشكيل الاساسي، هيحاول يدي الناس الثانيه من خلال ان هم تبديلات، وتبديلات مش بديهم بدايه المباراه. اتوقع فوز مصر على الكاميرون ان شاء الله باذن الله. يمكن مباراه مالي السابقه، يمكن مباراه اللي هي غانا كان لعيب عملت مجهود كبير جدا، جريوا كتير، كان في ضغط عصبي، فكل ده طبعا بيأثر عليهم بشكل كبير. يعني احنا بنتكلم مباراه المنتخب غانا كانت يوم الاحد، كانت يوم الاثنين، يوم الاثنين، احنا النهارده الخميس بنلعب الخميس، ففرق 3 ايام برضو مش فتره كافيه ان اللاعب يكون ارتاح في الاستشفاء والكلام ده كله. فيعني بس كويس برضو ما يكونوش خرجوا بره المود العام للاعب، اكيد يعني في فورمه اللعبه قصدك يعني، بس يا ريت يعني يبقى في بقى لما بيكون في فترات اكبر حاجه شويه بقى بعد الثلاث ماتشات دول. هو يبقى في تغيير من اربع يعني ثلاث لعيبه كاسيين، يبقى في يعني طبعا اللي هو المربع الذهبي ما يبقاش، بقى يبقى في معلل 5 ايام ولا حاجه، بحيث ان ما تبقاش في ضغطه شديده، لازم اللعبه يبقى في حاله من الاستشفاء. عموما بنتمنى لهم التوفيق، شرف كبير ان احنا الحقيقه بقينا ننظم بطولات، وان احنا يعني على الخريطه الرياضيه للعالم، لان ده زي ما انا قلت في بدايه الحلقه يعني مؤشر من مؤشرات ارتقاء أي دولة حالتها الرياضية. بنشكر ضيوفنا اللي شرفونا النهاردة، بشكر الكابتن سعيد لطفي المنسق الإعلامي لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، بشكرك، وبنشكر أستاذ وليد لطفي ناقد رياضي بأخبار الرياضة، بشكرك فندم. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا النهاردة من على أرض مصر، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ودائما وأبدا تحيا مصر. شكرا وإلى اللقاء.